ألف مبروك للنادي الأهلي على الفوز الكبير، وفرحتنا فرحتين، وفرحتنا أنا شخصيا مبسوط جدا من الناشئين، لأن هم عملوا يعني موسم رائع، أو فوق يعني، أو لو قلنا قدرنا نقول فوق رائع. وده برضو احنا عايزين، مش عايزين نغفل رؤساء قطاعات الناشئين اللي اشتغلوا في على مدار 4 5 سنين. خلينا نشكرهم يا كابتن بعد اذن حضرتك. كابتن طاهر رجب كان رئيس قطاع الناشئين والناشئات فتره طويله طبعا، وكابتن سيد صابر، وايضا مستر داني. والدكتور النمر كمان كان رئيس قطاع الناشئات. كل اللي اشتغلوا خلال 4 5 سنين او العشر طبعًا سنوات طبعًا اللي فاتوا لازم نشكرهم، لازم نشكرهم طبعا، لان ده مش مجهود سنه او كده، لا ده انت عباره عن ذخيره انت النهارده تراكمية اسبع للنادي الاهلي، صانع ابطال، صانع اجيال، صانع موهبه. انك انت فريق يبقى المرتبط على 4 سنين متتاليه، انك انت تكسب المرتبط، دي حاجه طبعا. طيب خلينا برضو نشير لحاجه طبعا، اكيد انا يعني بحب اوجه كل الشكر لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب الحقيقه يا جماعه ما كانش المنظر ده يحصل، ولا الدعم لفرع كره السله ده، والتحدي اللي خده كابتن محمود الخطيب طبعا، وربنا يشفيه طبعا، معالي الوزير العام فاروق، انه يبنوا فرع محترم جدا في كره السله، والصفقات اللي حصلت من 4 5 سنوات، والاهتمام بقطاع الناشئين. وكابتن محمود الخطيب يعني لازم نوجه له الشكر، اهتمامه شخصيا الرجل بامانه طبعًا. يعني طفره يعني قويه جدا لقطاع الناشئين في كل الالعاب بصراحه، لجهاز كره السله عموما في الفتره الاخيره ال4 5 سنين. طبعا المجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب كان ليهم دور قوي ودعم جدا لكره السله، ان هي تبقى النتائج بهذا الزخم بالاهتمام ده. عايز اقول لك يا كابتن، يعني حضراتكم انا بحضر مباريات الناشئين كتير بحكم اولادي ويعني وزمايلهم. حلم اي لاعب النهارده في قطاع الناشئين في اي لعبه في كل حته في مصر انه يجي النادي الاهلي يبقى في قطاع الناشئين، ودي شهاده كبيره جدا انا بشوفها في كل المجالات.